مرة يقولون بأنه واحد أعرابي كان جاء إلى أحد الفقهاء، إلى أحد العلماء، قال له أريد أن أصلي، أتوب إلى الله تعالى وأصلي، وما كان يعرف الصلاة ولا عدد الركعات ولا يفهم فيها شيئا، ولكنه كان أعرابي شاعر وبليغ وفصيح، ولكنه لا يعرف عدد الركعات. فقال له تصلي الظهر 4 ركعات، ركعتين وركعتين، وتصلي العصر 4 ركعات، وتصلي المغرب 3 ركعات، وتصلي العشاء 4 ركعات، وتصلي الصبح 2 ركعات، الفجر قبله 2 ركعات سنة، لكن الفرائض هي هذه موجودة. فقال له والله لقد أتعبتني وذكرت لي أعدادا لا أستطيع أن أحسبها، فكيف أحفظها؟ قال له أتقول الشعر؟ قالوا له كيف لا أقوله، أنا أمه وأبوه، أنا أم الشعر وأبوه، فكيف لا أعرفه؟ قالوا يا هذا أقول لك، صلاة المرء 40، ثم 3 بعدهن 4، ثم 2 ركعات لا تضيع. أحفظتها؟ قالوا حفظتها. صلاة المرء 40 الظهر و4 العصر، ثم 3 المغرب، بعدهن 4 العشاء، ثم 2 الصبح لا تضيع. فقال له قد حفظتها. حفظها من المرة الأولى، من المرة الأولى علم أن العدد هكذا لا يتجاوز، فحقق به المعنى.